وبناء على ما حدث في تلك الجلسة فإن المعارضة وبناء على مراعاة مصلحة البحرين واحترام كل مكوناتها ودعما لتطور المملكة بدلا من جرها للتخلف وتماشيا مع المقررات الإنسانية والدولية واستنادا لقيم السماحة والأصالة التي تزخر بها أمتنا العربية والإسلامية، فإن المعارضة الوطنية توصي بالتالي: أولا، الحاجة الملحة في مملكة البحرين إلى مشروع سياسي كبير يحقق الدولة الديمقراطية التي تتوفر على مقومات حقيقية للاستقرار والتعايش طويل الأمد. ثانيا، أن تتوافق كل التشريعات والإجراءات والمتبنيات مع المواثيق الدولية وتوفير العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان. ثالثا، أن تحترم التعددية في البحرين وتكون على قدم المساواة في الحقوق والواجبات تحت الهوية البحرينية الجامعة، ويجرم المساس والشتم للمعتقدات والاستهداف للمواطنين بسبب انتمائهم العقائدي والعرقي والسياسي ووقف محاكمة الضمير والرأي. رابعا، السماح بشكل حقيقي بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتنقل بالقدر الذي لا ينتقص من هذه الحقوق كما تقرها المقررات الدولية، ووقف كافة أشكال التعريض بأصحاب الرأي الآخر. خامسا، السماح بحرية التظاهر والاعتصام والتجمع في كل الأماكن التي تقرها المعاهدات الدولية بما فيها حق التظاهر والتجمع في العاصمة كما هو الحال في عواصم العالم. ثالثا، حق البحرينيين فيما تقره المادة 21 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقول: لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. سابعا، الوقف الفوري للخيار الأمني المدمر ضد إرادة شعب البحرين، والذي خلف هدم 38 مسجدا وأكثر من 120 شهيدا وأكثر من 4000 جريح وأكثر من 6000 معتقل، لا زال أكثر من 2000 منهم في السجون، وأكثر من 4400 مفصول والآلاف من عمليات العقاب الجماعي لمناطق بأكملها. البدء الفوري بالتطبيق الحقيقي لكل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية لجنة بسيوني، وتطبيق توصيات اجتماع جنيف، وتنفيذ كل توصيات التقارير الدولية وعلى رأسها محاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان، ووقف سياسة الإفلات من العقاب. تاسعا، البدء الفوري في الحل السياسي الذي يجعل من شعب البحرين مصدرا للسلطات جميعا كما تقرها المقررات الدولية، وأن يشتمل على إعادة إنتاج السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والأمن والإعلام وكافة مقومات الدولة. عاشرا، وضع خارطة طريق واضحة وصارقة للبدء في المرحلة الانتقالية للانتقال إلى بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية التي توفر الاستقرار والأمن والرفاهية والكرامة لجميع المواطنين بلا استثناء. 11، وقف العبث بهوية الوطن وبيع الجنسية والمتاجرة بالانتماء للوطن، ووقف التجنيس السياسي فورا، وارجاع الجنسيات المسحوبة من المواطنين 31 فورا. 12، سحب كل الترسانة الأمنية من الشوارع والحواجز العسكرية، ووقف مسلسلات حصار المناطق وتوجيه العقاب الجماعي لها، ووقف كل أنواع المداهمات اليومية والاعتقالات، ووقف أعمال التعذيب والمحاكمات السياسية، وارجاع كافة المفصولين إلى أعمالهم. 13، الإفراج عن كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين. العمل على إصلاح الأجهزة القضائية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والنزاهة في متابعة شؤون القضاء، مع ضرورة العمل بشكل جاد في قضايا الشهداء والمعذبين وبقية القضايا المعلقة. وقف مشاريع التمييز الطائفي والعرقي والقبلي والعائلي ضد كل مكونات الوطن، والعمل على التعامل بعدالة ووفق المواطنة الصالحة دون النظر للطائفة والعرق والمذهب والقبيلة والعائلة. الدخول الفوري المباشر في حوار جاد وحقيقي بين الحكم والشعب للوصول إلى صيغة سياسية تحقق بناء الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا. العمل جميعا
على تجنيب المجتمع أي أعمال يمكن أن تصنف على أنها أعمال عنف، والتأكيد على سيادة لغة القانون والسلم والتواصل والتعايش من خلال صون الحقوق والحريات، العمل على تبني الخطاب المعتدل والوسطي الذي ينمي ويقوي النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني من خلال وقف الإعلام التحريضي واستبداله بإعلام تصالحي منفتح على كل المكونات على كل مكونات المجتمع، النظر في السياسة التعليمية والتربوية وإعادة مراجعة مناهج التعليم وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من الطائفية والعنف وتقويم سلوك الأبناء، بحرنة المؤسسات الأمنية والعسكرية ودمج المواطنين فيها وتصحيح العقيدة الأمنية بما يجعلها مؤسسات وطنية خالصة تنتمي للشعب وتكون قريبة منه وفي خدمته، تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب عبر توفير الفرص الكافية لهم للإبداع والعطاء والإنتاج والتفوق والاعتماد عليهم في بناء الوطن في المجالات المختلفة، التأكيد على أن الحل في البحرين يأتي من خلال إنتاج حل سياسي محلي حقيقي يشارك في صناعته وصياغة تفاصيله كل أبناء البحرين ليشعروا بأنهم جزء أساسي في بناء وطنهم وتطويره، إعادة الاعتبار لكل مقومات ومكونات المجتمع البحريني وتوفير كافة الإمكانات لنجاحهم وتقديمهم ومنهم رجال الأعمال والعمال والمهنيين من أطباء ومعلمين ومحامين ومهندسين وكل النخب والفنون والمكونات الاجتماعية والمهنية والشبابية والنسائية المختلفة، العمل على وضع مشروع متكامل للمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية تعزيزاً للوحدة الوطنية وإنصاف كافة الشهداء والضحايا. وفي الختام تجدد الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة على مد يدها لشركاء الوطن للعمل على حل سياسي ينبع من البحرين ويكون شاملا ودائما يستجيب لتطلعات كافة البحرينيين ويشركهم في إدارة الدولة كمصدر للسلطات بدون إقصاء أو تمييز، وتأكيدا على تمسكها بالعمل السلمي للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة. وشكرا لكم.